الله وقمع لك ما شاء الله في تبارك الله حمار رجال تبارك الله ما شاء الله فهمت والله فهمت اليوم مع راني اليوم مع خالي وخيرت به متعدل ما عنده مشكلة وخيرت مع النجم العالمي الشريف وخيرت لكم ولي خالو قاعد خالي غيري لا خلصنا بس قاعد صبردو ايوا عيد فضلي تنطلق قاعد شوف بس اذا عاف لايف مو محترم ايوا خلق قدام الناس شوف بس اذا قاعد شوف صنيت لي ايوا خلق بالفضل قدام الناس مو محترم يقول لك مثلا لا انت مخلص لا نقول لك شنو تجارب الحياه مش علينا ما مخلص مخلص بغير صنيت لي غير صنيت شريف الناس دور تستفاد انا حقاي صنيت لي زيد الناس حق حق على دور تستفاد بالتجارب راه يعطي لك حالا لا لا صنيت تتوسط يا صاحبي يا صاحبي وخويا حك حك غير تخش تحن فلاي فيه اقول عنه فلاي فيه مو محترم ما اخوش قدام لي قرصانة شريف قرصانة ناس تخرصك ما انا ماني دابق بالناس برايدة انت عاطي 20 الف لين قولوا لك شوف اخبارة الحيوان والاقتصاد مالك عاطيها لين اعطيها لك او قعدت او قعدت 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 او قعدت ايش الاخبار منها بعد عربو اي اعطيك عربو او قعدت يعطي لك حالا الثواني خليني ارشو عربو زين كبير عود شد معك الاخبار راي عربو قال له مو زين قدام لايف يا اخي والله انا ضري دابق بيه ما يتواس قدام رواقي شو قعدت تحت قعدت اقول لك ما يصالح شو تعت مشهور شو بزيت تبارك الله مشهور والناس مقتنعه بيك ومقتديه بهذا بطموحك والله لا طلع وحدين ارسلت ارسلت بزيد ارسلت ارسلت بزيد ارسلت الفضل راعي الطريقه قاعد تعقل شو قاعد تعقل راعي سانتا راعي دور او قاعد قاعد تعقل او قاعد تعقل شو بزيد راعي الفضل شو الماشين البصل يا خوتي بامي شكرا على المسجاري كلهم الماشين البصل اه عربو ليش شنو هو؟ عربو شوفوا خليك تشوف لا يفرق بزيد شو بدنا الناس تعدل معاها البرامج قال صاد يوم قال تعدل خلصنا ما يلعبوا كفو يوم قال تعدل يوم قال تعدل خلص يوم قال تعدل تصبع حين قبالك لك اصبع لا فوت اصبع ديرها على ليك ثامي تعود فنديميل واعطيها شوف بزيد انا تراني شوف تراني امس صدق فاضي هربت قال اليوم قعدت تراني طيلك حق حق سالها لك مدخل مني 6 مليون خطرات مني شريف كره لا خلاص شريف الناس حق حق عاد دور تستفاد خاصك عن تبطل موت اجبرني قال اسمعي بزيد الناس عاد دور تستفاد من تجاربك السلام عليكم استفاد ما تستفاد ب 6 مليون دخلتك اعطينا منها شت خليك بالدير والله ما ادري انا اقول ما انا ليش تخيلوا ايش بركه ما مخلصت ما ايش فيت تقول مجتمع فيت يقول لك فيت ناس دور تستفاد دور استفاد انتشار بكت انتشار بكت هم اللي فيهم افاده دورهم الناس استفاد منهم حق حق ما يجبرون بقيه الا ناس دور استفاد من تجاربك شاري كل لا صفحه عندك يا اخي صنتري اسمع بس صنت الناس دور استفاد تجانا تطلع لي واحد 11 جاي ما شاء الله الشريف حمار رجال دور ينعي يعلمنا تجارب وهذا كان استفاد منه بروشي هذا قاعد شادو يا ويلي بزيد راعي وهاك عربو قال بزيد يا اخي تشودنا كوما في لايف يا اخي الله يا ابوي ما هو صالح السلام عليكم لك شنو قال شنو صاحبي عربو حسين كبير انت عاطيها لي عدل معك برنامجك مالك عاطيها اسمح راعي هذا شو لما حسين كبير شكلني جوا ما نقراش خلاص بدنا نجيكم دوب اللي حواش فيها شو يدوب الخرس نعم شو كم من دقيقة؟ لايف يا اخي كم من دقيقة؟ شريف كم من دقيقة؟ كم من دقيقة؟ مو يس مو يس قري قري الله يجزاك العافية بزيد شوف قلت ذاك اللي دامي بيو 5 صان اللي تقبض بس هات فيه كم دامي؟ يا قعدت قعدت قلت مالك هاك شو قعدت شودنا شو شودنا ما عندك مشكلة قعدت قعدت وخيرت وخيرت انا اليوم مع نجم نجم النجوم بزيد والعلوش وله يحكينا تجاربه في الحياة اللي تبارك الله ما شاء الله مجرب ايه فقرني بزيد انت ايش عندك من تجاربه هو
السلام عليكم، راني ريت الشريف لهين البروفيتي خلا عندي له وهلا انت خلاص كانت صورني كاع عود مني وهلا عود عود تهم خلينا نجر الكاميرا الى وهلا شوي انا قاعد معك بلي انا لين اعتذر للشريف عن شوقه، شوقنا هذاك النهار ولا فهمت الناس قاعد خلاص اذا كانت تظاهرين للدف اورينتي الكاميرا انا عود هنا ظاهرين صدق لي غير الحس قرب يقعد الصوت اسمه صدق ظاهرين للدف بيرفكت بيرفكت احنا قاعد نقدم صدوا علينا اللي قدامي قاعد صدوا علينا اللي قدامي هاي صدوا قاعد قدامي هاي شوف من قاعد نوهروا فيها لدي شوف بدو اورجانيزون احنا بطريقه اللي نقول أو السلام عليكم ورحمة الله، ثم شحالكم يا لباس؟ يا خير ثم سي الأحوال؟ أنا الليلة مع الدحمسة الصبحة باطا قامت ما يتعرفنا على البيت. المهم اليوم مع نجم النجوم هذا الشريف بعد قاع ولين نقول لكم عنه راه راني أنا هذا خالو بعد قاع عدتم ما تعرفون لكن النهار راني مقدم الاعتذار من هون عنها راي لا شوقة قال للاسف فيكم واحدين ما فهم قامزنا حد عن نجوق وشي كيف تولا روايه كبار من هذا الشريف وانا خالو ولولا عاد قاع مثلا كل شيء لا يجوق به انا ما نقد نجوق بلا قاع انا خالو فهمت مش مع ذاك النار لا ضحك وجوق قال البيرانيا واجعه ما تتخارق المهم الشريف حق عنده ياسر متجارب في الحياه وندوروا نستفادوا منهم تستفادوا انتم اللي معانا جازيكم خير ان شاء الله مهم صانتو بزيف تك تقول عن عندك اسئله عنك تبقي تطرحهم علي انا وشريك كيفتو ودور تحدث لنا عن تجربه انا انت عاجبني على انك انسان مسؤول والخيمه كبيره وماشي تعدل همك ولا انك طامع في حد ولا دور شي عند حد الله يجازيك ان شاء الله وتشتغل رقب صوتك وانا خالي ونبقيك غالي عليا الله يطول عمرك ان شاء الله شرفني ياك وانا ناصي كومباتا والله انا عاجبني راسول دام القرب والله وخرت ومرترت وخرت والله وشيف دا ميسيون وقدروها في موريتان شاهدهم كامل معدل وخرت وخرت تفشي عليه الناس وخدمت الوطن نفسي شيف دا ميسيون هات شور النعمه شور تصالح وباسكن من اجل خدمه الوطن فخرت انه يجيبوا لغنا من الشرق ويجيبوا البل ويجيبوا كل شيء و فخرت شريف انا تلفن لي وركات فيها قال لي عنه راعي شين هذا نحن مع هذا الشريف وقال لكم عنه اخي خير تبي بعد معي لعاد خالك حد مشعور بعد مشعور هاي الروح الله يحفظه ان شاء الله احمد طلعت في سواي راه صح على مطلع هي زوني في القاوم طرح انا بزيد قلت خلاص كانك واهر لكم رقب حسك شوي بزيد قلت عنك شفت ميسيون هات ونمشي ميسيون هات موريتان هذه صدرت لها ياسر مشي جبنا لها الحموم من الشرق جبنا لها الغنم وجبنا لها البل الحموم خدمناها نعم الدكتور الحموم من الشرق الحموم والغنم الغنم وخدمنا موريتان ياسر من خدمه اخي اسمع وكنا نحوزوا ونربوا الديوك منين يكثروا صدقوا منهم على الفقراء اللي حدانا ونبيعوهم رابحين فيهم. قصد الديوك ذيك اللي قاعد ديكتين مرقت منهم 800 ديكة وعلق جات الريح ومشات لقيتهم حبر على الديوك. لقيت انا بارك على البيض عند مشيلانا مشيت الاول. هي قصه شفته الرياح جات صعفيقه. صعفيقه والله جات في زمن الخريف انا في كندريف عندي ياسر من الديوك مع الولد ذاك اللي جيت. رقب صوتك شوي و
وربينا الجوع وربينا جيفتين معاهم جيف لحم 800 الظاهر 5 اشهر والله 6 لحم 800 من الجوع 800 من الجوع تبارك الله احلانا والمساكين تبارك عندنا نبيعهم عندنا نجلبهم المرمط ملقى جيك بلف جيك بلف جيك بلف وكنا نبيع البعر البعر نقبض نقص المرحان نبدا بالسجاير ونجيبوه وكار البعر ب 500 يبيعوا البعر قاعدين وكار البعر ب 500 تعدل به الحريده والنعناع والنخل نسقي به قيمه الله اقتصاديه ما شاء الله ما شاء الله وصلت تجاربه في الحياة هذا الشريف يا الله الآن استفادوا منه كامل تبارك الله عنده ياسر من تجارب في هذه الحياة أخيرا تبعد من الشريف الله لا خير تبارك باش ليش قلت هذا جيت تفل قد تقول له اخبار ضو في جوات اللي صاروا قول لي حين هو فهم قصد اني هذا تجارب هو في حياتي عرفت الوقت راي قريب يا قرب مو عاطي عاد لا يغرق اسمع عليه بزيد كم منها مازال ست بزيد حق دورك تقول حسب تجاربك في الحياه ما شاء الله كنت تقول لي راك عنك بعت البعر وعنك بعت بعت كار البعر كنت تبيعه ب 500 ب 500 كار البعر هذا كانوا يبيعوه ب 500 قاعدين له الحريده كار ليتر تبيعوه له الحريده الحريده هي زقيب يعرفت ب 500 وزقيب زقيب تبيعه ب زقيب البعر زقيب البعر تلحق 35 35 يفرد 25 كيلو من البعر وبعر اش اللي تبيعه بعر لقنم والله بعر لقنم لا بعر لقنم بعر البل بعر لقنم وبعر البل طحنوه سابق نبيعه وتطحنوه بالمدقة اها نديروه في ماكينه عندنا ماكينه تطحنوه واعر اه غالي الله يقول لي وش قط عدلت انت تجارب اخرى قريب لانه كار البعر هذا ليتر البعر مكار البن هذا هو البيه كار البن ب 500 وكار البعر ب 500 يا وقول لي قول لي شريف ومثلا وحسب تجربتك في الحياة تبارك الله ناس هي واحدين منها عاجبهم تجاربك في الحياة وعاد يبقوا للاستفادة منها تنصحهم انت عنهم يا الله ايش يحلو فيه ناصح الشباب على انهم يشتغل كامل يبيعوا كل شيء ويتموا يلقطوا له ساق من البديات يوصلوا لوطنهم والشغله معرمه خالق بيع لنا على خالق بيع لحموم وخالق بيع عنبر والحطب وخلوا عنهم من التكبر وشاب بدار اهلها ما جاب رجع له ولا شيء تم تعدل واسي وكسكس تقعد عند البوشيك بالليل تبيعه صار عليها فايده والله اذا قدرت ما تقعد تقف عند مولى بوشيك يبيعوا لها تربح فيه تم كافيه براسه عن الشحرام تم مولي الراجل كافيه راسه عن الشحرام زين خير ياسر سمعت قول لي بزيد ونين وفيتوا من بيع البعر فوتوا فيه زمن تجمعوا البعر وتبيعوه ايش عدتوا تبيعوا ذهن؟ قسنا العلك قسوا العلك عندنا شغل خلوات معانا لقاشين والله ثلاثه وعندنا شمل خايل وترو وعندنا نجمعوا العلك ونبيعوا كيلو العلك ب 1500 ب 1500 نعم كبرنا فيه الفضه ومهم اللي مرضينا زمن نبيعوا العلك وعرفنا انه طايح عندنا اللود والشين قال له البويه اللي نداوي الحشبوات البويه ذي البويه جمرة الارض والله نلودوا لها بفام الخيرات راي كيف جمرة الارض لنا وطلعت عليه في لونها كيف وعندنا نبيعوا عندنا نلودوا لها بفام الخيرات نجلبوها من ثماتيه الفلانيه والقلايب نقلبوها ونمشوا نبيعوها ونربحوا منها وقول لي وشن هي اصعب مهنه قطعت عدلتها في التشريف؟ اصعب مهنه هو ثلاث كبارات قط مضيت فيهم زمن كيف نمشي فيهم عدل الكرعين علل فيهم التحريات وخاض في كرمه غير عقبت الله ما قاض ياسر من الوتات اهلهم مو مهتمين بهم مو دارين لهم فريهات زينين وانا ماني مستعد انا خاض من دشرا فرق اهلي وقول لي وانتم البعار كنتوا تجمعون شور الشرق والله شور القبله والله وتصدروه الى نواكشوط الله ينباع لافا في البوادي نبيعوه في لازم واكشوط ونبيعوه في المدن ومعايا عمالي عندك عمالك؟ عندي عاملين والله ثلاثه هم اللي يجروا كانوا من دورة اسكي بريكس هذه يقبوا سقايب ويمشي لقطوا البعر بعر البل وبعر القنم وعندهم صفايات يصفون به وهذا يا اخي
ما ريت حد يدعمك لي رجال اعمال ولا ما ريت حد منهم داعمك في انا ما ادور حد يدعمني انا ندعم لا راسي مش لا راسي هذا زين هذا الشريف شفت الناس بعد عاد تختار تستفاد من تجاربك السابقه كنت تبيع لي زيتات والحكيمات والموتشيليميت بسكيت 20 هذه واش ترى؟ كنت نشري لي زيت ب 40 ونبيعها ب 60 رابح لي 10% واش ترى؟ رابح باط فيها 20% والناس شاريه قلت لي بروجي انا كنت جبر 2 مليون 500 بروجي مسجل من بحال شي تعدد نقيس الخلوات ونشري الغنم ونشري بواطي ونعيش عيالي الكريم يقرا القران ونسلك من خلاص المدرسه وخلاص القران وخلاص الدار والجوت واللواص اسمع تم عيش عيالي بدلا من نصير 10,000 النهار نصير ب 800 وقيه النهار شيل من مارو واربع من اللحم وشمن التيشطار وفي الليل نتعشى بالعيش قول لي قالت لي جيت ولا جيت لبلاصه وعاد اللحم ما متوفر فيها حتى كيجبر منه لا شوي ولا نشري خمس ديكات بيني مع سنه انت مصير من الجوك انت مصير على الفريق اللي في زري اقول يا ما قطعا انا بعد طالب من هذا المنبر عن عيالتنا نحن الشباب كاملين من قد رجل اعمال يدعم هذا الشريف لين يعدل مشروع حقيقي بلي هذا نوع زين لقاش يقبل ديك ديك ديكتين وخا منهم 800 ديك تبارك الله ما شاء الله بعد قال لك انا عنه انجاز بحد ذاته وانا بعد قطعا مستعد لنعود لهم دعم جاب القدر من الشباب عن ندعمه اللي كان قاعد نشحن احنا بدي نوع من الشباب اللي ناجح اللي يدعموا حد قاعد ينجح هو اللي معاه هذا زين تبارك الله وقول لي وانت ضرك حالا شو تخمن فيه من المشاريع بين يديك انت حالا انا راك متخمن في مشروع يعود دخله لليله 160,000 الى حاله انه نجح اكثر تعود دخل 200,000 لليله هذا المشروع اللي متخمن فيه لك عنك ان شاء الله وقف كبان وخيام لنعودوا نبيعوا فرويده مير طلعت وكاتمين وتاي بلف وكفتير تجمع في بلف والخيمه ب 4,000 مهونين يعود لقى يلابشه ب 20,000 يقدي ويكندي بها نهارين ثلاثه بدل من يعود كان يسقل 150,000 لوبرجات وذا احنا مستعدين نعدلوا له هم مهر ويبقى له باش يدير ريسانس راجع لنواك شوط ويتمونه ورقمنا 30 40 36 76 زين قول لي 76 زين قول لي وانت المشروع اللي متخمم متعدل في كابانو لماذا ما تعدلوه في نواك شوط؟ هون ما نقدر نعدلوا فيه ماله هون اني نعدلوا فيه ليش انت تهيني بالاسئله ولا تخليني اعدل شل الجراء لا تخليني اطلس الكليه ولا تخليني فاهم نكري للناس قول لي شريف خيرت لك حيدر وخيرت والله مع انك تذلي بين يديك راك من البرامج موقف ظرك من هون اني انت يبدا الصيف ان شاء الله يبدا الصيف ان شاء الله راك ناكل الفضل حصلنا راك سوق الفضل وانت تبى زيد قاعدك توكل النهار اللي توكل كم الفضل النهار راك زماني في المدى ناكل 5,000 للنهار ونعود في البدو ناكل 700 وي زعما راك في نواك شو توكل 500 بارجو 5,000 للنهار اللي هي للشهر معاك توكل 150,000 هذا زين وقول لي بزيد انت عندك طموحات عملاقه والله برنامج كبير متخمم تعدل وتعود يعقب يعود شايع في موريتانيا كامله. شنو؟ متخمم الناس اللي في البوادي اللي ما مستبدل عليها حد نقبض 5 حبير والله 6 يقوم ندير عليه اله حلاق يعود نقال له محلقه على سبري ندير عليها رقاش محلقه على سفرين محلقه على سفرين زين ليت قاعد لك بالا 5 حمير للناس اللي في البوادي وكل حمار اللي ما يجيو لتات وكل حمار يدير عليه آلة الحلاقة كاملة محلقة على سفرين ويعود ينقال له محلقة على سفرين يعود ذوك الحمير كل مدة يجوا يحلقوا لها روسة هذا مشروع حقيقي هذا مشروع قال لك انا خالد عنه حقيقي شيلانية قال لها اقفها من نفسها سيس يقطعوها عنها يقطعوه بوصبة 500 بوصبة 500 ها بروجي زين الشريف بروجي حقيقي هذا الشريف لا يردم الفقر هاي محلقة متنقلة كاع حقيقية هي تعود مالك مستقري مالك مهم عن وقتك فرق وايلا شريف وقتك فرق شريف وايلا شريف لا يزيدوك وايلا وايلا يزيدوك مهم شوفوا راني والله مشرف بهذا الشريف
والله لو خيرت بي ورانا لا بيران ساق ما طلع واحد ينظرك هذا ولا عمي وانا خالو وهذا لا ضحك وجوقه. السلام عليكم. بيكم كل الاخبار كامله وقاليه علينا. تضحك وتجوق والدنيا. ومشاكلها ما يعنونا. اها. ونبقوا الناس وقاليه علينا يتفرج عندها فينا ونسوق. اها. لك ما عندنا في شيء مهم معنا نحن نضحك وجوقه. حد يبقى يضحك معنا وجوقه يطلع. نقول الحقيقه البشر اللي يعود مقدرنا يعود مقدرنا يعود مقدرنا ما انا مقدرين. الله اللي يجازي بخير وخير. وخيرت واني خالك بعد بقيت وخيرت. لا ودعناكم ولا هاي كانت مقابلتنا مع النجم بزيد والعلوش اليوم الى مره اخرى. ها هذا مولي راوالكم شيخ من شيوخ اولاد بسبع الكبار اتونسيون واللي شيوخ مولي سمعتوا والامير معناكم لا اعطوا راسكم العافيه. مهم هذا عطانا الحمد لله دقائق من وقته ورك استكفينا الى مره اخرى ان شاء الله. المديرين ما مصايبين والاتصالات قاع راعين لا جايين تبارك الله. ودعناكم مولانا وخيرت وخيرت بكم ومرحبا. واش صار ما سيتو ما على بال. المهم هاي الحلقه عدتها لكم اليوم مع علي الشريف اللي انا خالو وخيرت واني بي بعد راك لا ينقطعوا البث الى حلقه اخرى ان شاء الله. ودعناكم مولانا.